للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مور ستيت. أهلا بك دكتور إحسان. ويعني كمالا حتى الآن كمالا هاريس تتصرف ويتصرف معها على أنها المرشحة الرسمية الفعلية للحزب الديمقراطي، فهل أصبحت بالفعل كذلك؟ صحيح، يعني عندها الأصوات الكافية، يعني عمليا تم تتويجها في هذا المنصب من قبل القادة في الحزب الديمقراطي، فهي المرشحة اليوم. نعم نعم، لكن هل هذا يعني بالضرورة أن المؤتمر القادم سوف يكون شكليا أو سوف يكون لتنصيبها رسميا؟ شوف، يعني المؤتمرات الحزبية لم تعد هي التي تقرر، يعني منذ فترة طويلة يتم حسم الموضوع مبكرا ويكون المؤتمر الحزبي هو مناسبة للاحتفال، احتفالية أكثر من أي شيء آخر، ولا يتم يعني القرارات هناك، الموضوع محسوم قبل الوصول إلى المؤتمر. نعم، إذن بما أننا نتحدث عن كمالا هاريس فلنعرق قليلا على خطاب السيد دونالد ترامب، حيث قال أو وصفها أنها ليبرالية متطرفة أكثر حتى من ساندرز ذات نفسه، ثم بعد ذلك بقليل وصفها بأنها اشتراكية. يعني هذه الأوصاف التي ربما تتضاد فيما بينها في بعض الأمور، كيف قرأتها؟ ويعني ترامب يصف هذان الوصفان للسيدة كمالا هاريس؟ يعني هناك شيء من الصدق في هذا الوصف. أولا، يعني حسب سجلها في مجلس الشيوخ، سجلها الانتخابي، هناك جمعيات ومؤسسات يعني بتعطي رقم تقيم كل تصويت لعضو من الأعضاء، فهناك جمعية قالت أن سجلها التصويتي في مجلس الشيوخ هو الأكثر ليبرالية، عطوها 100%، معدل 100% كالأكثر ليبرالية. تصور بيرني ساندرز أخذ 90% كليبرالي، يعني بأغلب الأوقات كل المواضيع التي كانت أمام مجلس الشيوخ كان تصويتها إلى الجانب الليبرالي، مثلا عندك إجهاض، الضرائب، الطبابة، الهجرة، كل الموقف الليبرالي هي إلى جانبه إلى آخر الخط. بالنسبة للاشتراكية هو موضوع يعني التأمين الصحي، هي مع التأمين الصحي يتصور للجميع، حتى لضيوف في الأمريكا، بأمريكا مثلا الغير شرعيين مثلا، للجميع. فهذا مشروع اشتراكي كبير، يعني أنه يكون هذا القطاع المهم، القطاع الصحي يعني يصبح بيد الدولة، هذا يعتبر تأمين لجزء كبير من الاقتصاد الأمريكي، يعني فهناك يعني شيء من الصدق في هذا الموضوع. نعم، لكن أيضا بالنظر إلى الخطاب دكتور إحسان، يعني كان يعني السيد دونالد ترامب كان يتحدث كثيرا عن فكرة أنه أو يشير بشكل أو بآخر أنه لا توجد هناك نزاعات يعني أو خصومة مباشرة مع السيد فلاديمير بوتين، وأنه سوف ينهي الحرب الأوكرانية الروسية في غضون 24 ساعة بحسب ما وصف، لكنه اتخذ خطابا حادا اللهجة دعنا نقول في اتجاه الصين. لكن كلمة السيد جو بايدن بالأمس في المكتب البيضاوي عكست هذا الأمر، تحدث أنه سوف يواجه السيد فلاديمير بوتين حتى نهاية المطاف، حتى نهاية فترته، لكنه قال يجب علينا أن نحرص في علاقاتنا مع الصين. هذا المشهد المتداخل بأي شيء تحلله وبأي منظور تقرأه دكتور إحسان؟ شوف، بالنسبة للصين يعني الموضوع محسوب، أنه هناك مشكلة مع الصين، الصين هي التحدي الاستراتيجي للمستقبل، وهي تحضر يعني هناك الفلسفة العسكرية، التحضير العسكري في الصين هو لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لم تخاف الصين مثلا تواجه الهند مثلا أو اليابان أو فيتنام، الصين تحضر لحرب مع أمريكا، يعني تبني قوة عسكرية لمواجهة القوى الأولى في العالم، فهذا واضح، والأمريكي يفهم ذلك والصين يفهم ذلك، ولكن هم لا يريدون قطع العلاقة، يعني الصين عنده مصلحة بعلاقة مع أمريكا والغرب، يعني الكتلة الغربية، والأمريكي كمان عنده مصلحة في علاقة مع الصين، ولكن هم يتعاملوا بحذر مع بعضهم، يعني يفهموا بعضهم تماما ويحضرون إلى احتمال الحرب في المستقبل. بالنسبة لبوتين، هي مشكلة بوتين مشكلة طويلة، يعني مزمنة، ما كان دائما كلمة يستعملوا كلمة الريسات، يعني إعادة إعادة البدء، مثلا البدء من جديد بالعلاقة. أنا أذكر حتى هيلاري كلينتون أخذت ما بعرف إذا ساعة وشي وقالت نعمل ريسات
العلاقه مع بوتين. امريكا ما بتعتقد انه عندها مشكله مع بوتين حقيقه، ما في مشكله مع بوتين. يعني امريكا لا تريد، لا تهدد روسيا، ليس عندها مطامع بروسيا، أمريكا روسيا ما عندها مطامع عفوا دكتور، ولكن امريكا ام الحزب الجمهوري؟ حتى كل الاحزاب يعني ما في مشكله مع بوتين. لما بوتين بده يعني اعاده بناء الامبراطوريه الروسيه يعني بعنوان تاريخ روسيا، وهو غير مؤهل لذلك. المشكله بروسيا ليست مؤهله ان تكون امبراطوريه، سبب بسيط جدا، ليس عندها اقتصاد ولا امبراطوريه. يعني هي يعني ما عندها امكانيه تشكل خطر على امريكا، مصالح امريكا. هي اعتقدت انه بامكانها الاستيلاء على اوكرانيا بسرعه، ويتعطل مجلس الامن، الامم المتحده لا تستطيع ان تفعل شيء، الامم المتحده وامريكا لن تضحي بعلاقتها مع روسيا، تقاطع روسيا من اجل اوكرانيا، ويخلقوا واقع على الارض يعني كما تفعل اسرائيل. ولكن لم ينجح في ذلك، لكن الامريكي هي محضر. ولكن الامريكي يتمنى، انا اعتقد حتى كل احزاب امريكا تتمنى ان يكون هناك علاقه طبيعيه مع روسيا، ولكن المشكله ان روسيا عندها طموحات، وهذه المشكله. ولكن هم يعني لا يعتقدوا ان روسيا عندهم مشكلة معها، لا يعني لا أحد يقول ذلك. يقول دائما الصين هي تهديد، الصين تريد التوسع، الاستيلاء على تايوان، وهذه مشكلة، نعتمد على تايوان، تايوان مهمة جدا بالاقتصاد، مهمة لنا، والدولة التي تحضر تحارب أمريكا هي الصين. روسيا لا تحضر تحارب أمريكا، تعرف حدودها، لكن الصين هي الخطر حقيقة. وكل يعني صار شبه إجماع بهذا الموضوع في أمريكا. نعم، لكن قبل أن يعني ننتقل إلى ملف المرشحين المحتملين الذين أيضا لم يحسم الأمر عنهم حتى الآن، ربما أيضا ننظر إلى هذا الخطاب أو إلى هذه اللفتة أو هذه النقطة في خطاب السيد دونالد ترامب، حيث قال أنه في حال انتخابي لن نرى تنظيمات مثل داعش، ونحن نرفض هذه السياسات. هناك بعض المدونين وبعض المعلقين أو المراقبين السياسيين أشاروا في الساعات الماضية بعد انتهاء الخطاب أنه ربما تكون هذه إشارة من السيد دونالد ترامب، أن يعني كأن كان هناك اتفاقا أو موائمة ما بين هذه الحركات وما بين الحزب الديمقراطي، فيما نفى البعض هذا الادعاء جملة وتفصيلا. برأيك يعني أي المعسكرين هو أقرب إلى الواقع؟ شوف، هذا أنا أعتقد التطرف يعني ينشأ من أجواء معينة، يعني هناك في أجواء معينة تهيئ له. لا أعتقد أمريكا داخل في الموضوع، يعني هناك من يقول ذلك، لا حزب ديمقراطي داخل ولا حزب جمهوري. ترامب قتل أبو بكر البغدادي، ترامب قتل سليماني، يعني هذا رجل يعني هذه دولة لها مصالح، يعني هي تقوم على تبحث عن مصالحها. لماذا أمريكا موجودة اليوم في سوريا؟ هي موجودة في سوريا لأنه تقول أنه في هناك إرهاب يهددها، هي لا تريد تغيير النظام السوري، تقول النظام السوري أنا ما عندي مشكلة معك، وأنا ما عندي مشكلة مع إيران. يعني تصور أمريكا تتعايش بسوريا مع إيران ومع حزب الله ومع النظام السوري، وهي موجودة مع روسيا حتى، يعني هناك ومع إسرائيل، يعني كل موجودين وكل عنده أجندة. أمريكا تقول أنا هناك لا أريد مشكلة مع روسيا، لا أريد مشكلة مع حزب الله ولا مع إيران ولا مع النظام السوري، أنا هناك لمواجهة الإرهاب السني يعني بوضوح، يعني ولذلك هي موجودة، فعندها المصالح، تبحث عن مصالحها. و عندما تجد تهديد، هناك تهديد حقيقي، يعني كان هناك هجوم على امريكا، ولعوا الناس دائما استعملوا لغه انهم يهددون امريكا وعندهم مشكله، يعني يريدون ضرب امريكا، ولذلك هي موجوده هنا. اذا دكتور احسان، قبل ان يداهمنا الوقت اعرج معك سريعا على هذه النقطه. هناك بعض الأسماء التي طرحت على مدار الأيام الماضية حتى في كنتاكي، السيد بشير البشير وغيرهم من الأسماء، قال البعض أنه نعم هناك هذه الأسماء المرشحة أن تنوب السيدة كمالا هاريس، لكن هناك أيضا من قال أن هناك أسماء من الثقل السياسي التي تدفعها أن تترشح كمنافس وليس كنائب للسيدة كمالا هاريس، سواء منافس لكمالا أو حتى للسيد دونالد ترامب. برأيك هل لا زالت هناك أسماء ربما تطرح إلى الساحة في الأيام القادمة تنافس هذان الاسمان، أم أن الأمر قد أغلق على ذلك؟ شوف، يعني يقال أندي بشير، يقال ويتمر بميشيغان، يعني هذا القرار عادة يبحث على استراتيجية معينة، يعني يكون في هناك سبب. مثلا كان جورج هربرت واكر بوش لما وضع نائب للرئيس، لا أذكر اسمه الآن، يعني كان شاب، يعني كان يعني لأنه شاب، يعني كان رجل كبير وشاب. جورج دبليو بوش الابن، بوش الابن اختار تشيني لأنه عنده خبرة وعمره كبير.
اوباما اختار بايدن على اساس كبير بالعمر وعنده خبره بواشنطن بالكونغرس، كل هناك اسباب الاختيار. وفي نهايه المطاف عزيزي انا لا اعتقد نائب الرئيس يعني يؤثر في النتيجه يعني الحقيقه لا يؤثر يعني، يعني لا اعتقد في موضوع كمالا هاريس يعني من تختار سيغير في المعادله. الان النتيجه تعتمد على امرين، اول شيء الحماسه عند الاحزاب، نار الحزب الديمقراطي على نار والحزب الجمهوري على نار في موضوع الانتخابات متحمسين جدا. واضافه لذلك ننظر لا انظر الى يعني البلد بالمجمل يعني استطلاعات راي لا اكترث لها، لا اكترث بالحماسه واكترث لها الولايات المتأرجحة، من متقدم في الولايات المتأرجحة. هؤلاء العاملين يحددون النتيجة، من هو النائب لا أعتقد في السياق يعني بالمجمل لن يؤثر. نعم، إذن سوف يكون الرهان بالكامل على الأسماء التي ربما تطرح على مدار الأيام القادمة إن كان من المستقلين أو حتى إن تم الدفع في المؤتمرات القادمة. سوف نتابع جميع هذه التفاصيل على شاشة القاهرة الإخبارية، ونسعد بك دائما دكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت بكنتاكي. شكرا لك.